طيب خلينا نتكلم عن تفاصيل أكثر عن معرض تراثنا في نسخته الرابعة لعام 2022. بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم، مساء الخير. مساء النور. طبعا أهمية معرض تراثنا معروفة للجميع، معرض بيهتم بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعني من قبل المشروعات الخاصة بالحرف اليدوية والتراثية، ولكن خليني أتكلم مع حضرتك عن نجاح هذا المعرض في نسخته الرابعة من الناحية الاقتصادية يا دكتور. شوف يا فندم، هو طبعا ده عبارة عن دعم من الدولة للمصنعين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومثنية الصغر. الدعم كان دايما مطلب ورغبة من المصنعين والشباب في كيفية قدرة الدولة ومساندتهم للتسويق، لأن هم طبعا بينتجوا منتجات فعلا ذات جودة عالية، ولكن بينقصهم حركتين مهمين جدا أو مسارين في غاية الأهمية. المسار الأولاني هو دايما التمويل، حركة الفلوس يعني اللي كانوا بيرغبوا فيها، والمسار الثاني حركة التسويق وفتح الأسواق. نلاحظ أن دايما تحت رعاية السيد الرئيس بيولي اهتمام بأفكار الشباب. معرض تراثنا ده يعني زي ما بيسموها نبتة في الدولة جديدة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. ليه؟ لأن الدولة النهاردة لما بترعى المشروعات دي وبترعى المصنعين دول اللي هم الشباب أو أصحاب المهن الحرفية ومشغلات اليد ده بتدي ثقة للمصنع، فبتدي كمان جاذبية لأن احنا نعرف نفتح أسواق. وده اللي احنا بنشوفه المعرض ده، صحيح في نسخته الرابعة، ولكن مش اللي هو في محافظة القاهرة بس، لا ده موجود في العديد من المحافظات. أعتقد ابتدى يكون فيه رواج، بقى ليه زبون زي ما بيسمى طبعا. الحركة الماركتنج التسويق ابتدت النهاردة ليها أهمية، لأن حضرتك بتشوفي الأجنحة والتشخيص اللي هو بيعرضوا بيه الشباب دول تحت رعاية الدولة، أعتقد بيحقق نجاح الحمد لله. طيب كل سنة بيزداد المعرض عدد عارضين، وبيزداد كمان عدد من اللي هم الزائرين للمعرض. لما نيجي نعمل معرض بحجم هذا المعرض، معرض تراثنا، ويكون متكرر معانا على مدة 4 سنوات، وده طبعا دليل على نجاحه دكتور مصطفى، ولكن مثل هذه المشاريع لو بنتكلم على معرض خاص بتراثنا بيتكلم عن الحرف اليدوية والتراثية، قد إيه فكرة هذا المعرض، فكرة تكرار ونجاح هذا المعرض سيساهم ربما في إقامة معارض أخرى، لا نتكلم حتى عن معارض تقوم بإنشائها الدولة، ولكن حتى لو كانت مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر بالنسبة للمواطن أو المواطنين في أي محافظة أخرى يا دكتور؟ شوف يا فندم، خليني بس اسمحي لي هفسر الفكرة اللي هي الدولة بتقوم بيها. الدولة بتقوم بالمعارض دي اولا لان المشروعات دي يا فندم بتحقق قيمة مضافة للاقتصاد. طبعا لما بتعمل قيمة مضافة بتدي كمان يد عاملة، فبتدي بعد اجتماعي. الأهمية كمان في ذلك الأمر ان احنا الدولة فعلا في احتياج لمشروعات اقتصادية ولازم تنجح. فيد المصنع او يد صاحب المشروع دون يد الدولة، يعني لو الدولة مش معاه، اعتقد النجاح مش هيكون بالنسبه اللي احنا بنشوفها دي. ولازم احنا النهارده كمان نتجه ان يكون في مزيد من المعارض، مش النهارده النسخه الرابعه زي ما احنا بنقول بس، وزي ما احنا بنقول في المحافظات، لا يا ريت تبقى المعارض مستمره. استمراريتها يا فندم دي بتحقق دوران لراس المال. طبعا. ليه؟ لان هتلاقي اللي هم زي ما بيسموه كده العارضين عندهم شغف لان يزودوا انتاجيتهم، والمقبلين او اللي هم اصحاب الاحتياج من المشروعات دي هيبتدوا يكون ليهم رغبه في زياده العرض والطلب مع مشروعات قوميه اخرى زي ما بيسموها دراسه السوق يا فندم. ده بيبتدي يتحرك، فتحرك الاقتصاد. ما تنسيش ان وضع الاقتصاد العالمي النهارده في احتياج لمضاعفه الانتاج. طبعا. وطبعا احنا عايزين نحرك الاوضاع الاقتصاديه، لان احنا متخوفين كدوله وكوضع اقتصادي واقتصاديين ان احنا نوصل باقتصادنا للركود. الاقتصاديين مش عايزين نوصل كده، عايزين ندي للمشروعات دي زي ما بيسموها كده زياده من الاهميه، علشان لما بتنتج بتبقى منتجاتها رخيصه عن المشروعات المستورده او المنتجات المستورده او المنتجات البديله، فبنوفر عمله صعبه. بالظبط. اتفضلي.
يمكن انا كنت طبعا يعني هسيب حضرتك تكمل فيما يتعلق بفائدة هذه المعارض على الدولة ايضا بجانب المواطن، ولكن يمكن حضرتك تفضلت بالذكر ان حتى يعني هذه المعروضات التي يتم عرضها في مثل هذه المعارض يمكن بتكون ارخص من اي سلعة مستوردة، ولكن يعني بعيدا عن الناحية الاقتصادية لكل منظر هذا المعرض الحقيقة انه يعني كل ما فيه من منسوجات او المعروضات الحقيقة هو معمول بحرفية تامة ويعني بشكل متقن للغاية دكتور مصطفى، أنا بس يعني مزبوط. حبيت أكد على هذه النقطة. مظبوط، والتأكيد حضرتك في محله. الزوار خلينا الأول نقول دور الدولة، الدولة يا فندم بتدي أهمية للمصنعين دول إن يطلعوا منتجات بجودة عالية وبكواليتي كويسة جدا علشان تقدر تناسب الزوار. الحاجة الثانية، الزائر النهاردة يا فندم بقى عنده نوع من انواع الاهتمام بالجوده الخاصه بالمنتجات دي. وبعدين الناس بقى في عندها شغف زي ما حضرتك بتشوفي كده، السيدات والشباب واللي هم الزوار الصغيرين بقى عنده شغف ان هو يشوف المنتجات المصريه الهاند ميد اللي هي الحاجات الحديثه الصغيره اللي بتتعمل دلوقتي. وطبعا بقى دي ليها تراكمات مجتمعيه. احنا مصر يا فندم اليد العامله فيها يد حرفيه شديده الاهميه. صحيح، ما ننساش ان احنا عندنا مشغولات يا فندم سواء بقى في الصناعات اللي هي الخزف الصيني او المعدنيه بتاعه اللي هو الحسين وما شابه لذلك، ليها طلب كبير جدا من السياح. انا كنت عشمان يا ريت ان كمان السياحه تخش، يعني لما يكون في فوق سياحي يدخلوه في معرض زي ده. تعالوا اتفرجوا على الشباب بتوعنا، تعالوا اتفرجوا على قيمه مجتمعنا اللي احنا بنبنيه انتاجيه. نعم. بدل ان احنا نكون منتجين ان احنا نكون يعني مستوردين. عارفه حضرتك المعارض دي في مثلا في شرم الشيخ او في اماكن اخرى لما السيد الرئيس راح زارها السياح بتهتم تروح طبعا تروح. ده بالنسبه لنا فندم اهميه كبيره جدا ان احنا نحتضن الشباب المصنعين الصغيرين دول، ندي لهم اولويه. الجهاز فعلا جهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه متناهيه الصغر بيقوم بدور، ولكن خلي المجتمع يحتضن الناس دي، يبقى زي ما بيسموه كده احنا الصناعه بتاعتنا ليها الافضليه. هو طبعًا ده تصوري يا فندم. صحيح. انا طبعا بشكرك يا فندم على كل ما تفضلت به من تفاصيل وشرح، الدكتور مصطفى بدره الخبير الاقتصادي كنت ضيفي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.